حبايب القلب، نحن حاليا بأشهر شارع أو ماركت فينا نقول بمدينة أمستردام، مشهور بهولندا كاملا وحتى كمان بأوروبا، هو أكبر سوق ماركت بأوروبا على ما أعتقد، كما يعني مثل ما حاطينه بالموقع تبعتهم. هذا الشارع أخواتي اللي وراي اسمه ألبرت كايب. هذا الشارع في جميع يعني شو بتحب تشتري، شو بتحب تاكل، شو بتحب تعمل، موجود هذا الشارع بقلبه. شارع ألبرت كايب حبايب القلب تم تأسيسه بعام 1905. أول ما أسسوه أهل المنطقة وباعوا فيه السمك وباعوا فيه الخضروات وباعوا فيه الجبن. بعدين صار يتطور ودخل عليه الناس من برا وفتحوا فيه الناس من برا والناس الأجانب، وصار أكبر سوق موجود بأوروبا حسب تقرير الموقع الموجود على الانترنت. نحن حاليا قاعدين عند مطعم سوري، تعرفوا أنتم ما شاء الله السوريين أزهروا وازدهروا بكل أنحاء العالم حاليا. نحن حاليا قاعدين عند مطعم فلافل مناقيش ولفات اسمه بيتا شيف، عند محل بيتا شيف قاعدين عنده حاليا، وعم نشرح لكم ونورجيكم هذا المنظر اللي ورانا. طبعا راح نعملكم ان شاء الله شوية فيديوهات عنه بعد ما نقعد هون ونحكي لكم عنه بشكل كامل بإذن الله رب العالمين. مثل ما انتم شايفين اخواتي الشارع كتير في ناس رايحة وناس راجعة وناس عم تتسوق جدا، ورح نشوف الاسعار تبعيته ان شاء الله يا رب، على ما اعتقد ارخص من اسعار السوق. يعني انت اذا جيت لهون رح تلاقي الاسعار ارخص من اسعار السنتر. فاذا حابين تشتروا شيء بامستردام او هدايا لقرايبكم او احبابكم، تعالوا هذا الشارع واشتروا منه. صح الحكي هذا؟ نعم، اربع لوكيشن ما شاء الله. طيب هلا فين بتحكي عن اللوكيشن تبعك والامور هاي؟ اهلا. نعم، اكثر شيء موجود عن الاكل من كل البلدان والدول، اكل فلبيني، صيني، شرقي، غربي، وفي كمان بعد الهولندي السمك المقلي والهارينج. بدايه السوق بتبلش من هون لا اخر تقريبا شيء 3 كيلومتر، تنمشى كلها ستاندات في من الاواعي للسوفونير لكل شيء يتعلق بهولندا وبالاكل وكل شيء. كم محل عندك انت هون بامستردام؟ انا بلشت بهاي الفود تراك، هلا عندي 4 لوكيشن ما شاء الله، وبالجامعه. نعم، شو بتحب تحكي لنا عن امستردام؟ شو رايك بامستردام؟ امستردام مدينه كثير حلوه للسياحه، خصوصا هيك بشهر 7-8-9 لنص 10، الجو كثير رايق وحلو، وبتبلش بعدين المطر بشهر 10. بس بالمجمل في كثير اماكن الواحد كسائح يروح عليها ويرجع. وين بتنصح السياح يروحوا بهي بامستردام اذا حبوا يجوا لهون على امستردام؟ شهر 4 و5 بالبرت كايب بكوكنوف تبع مزارع الدوليك. نعم، بالصيف في بامستردام الجداول هاي المائيه الكانالز. نعم، القارب كمان البرت كايب فاتح على طول صيف شتاء. نعم، في التاورز الادم تاورز ادم لوك اوت، في مرجيحه فوق بانجي. نعم، كمان حلوه. نعم، في كمان الميوزيوم، في الراكس ميوزيوم، في النيمو سيانس، كمان هذول حلوين. الميوزيوم اللي هو المتاحف. نعم، المتاحف. نعم، تمام حبايب، هلا رح نكمل لكم مشوارنا ونصور لكم الشارع ان شاء الله باكمله.